النهارده هنشرح حركه جديده وشكلها حلو، وبالنسبه للي عايز يتعلمها بتدي له احساس كويس جدا على السكيت بورد. والحركه دي هي يعتبر من ضمن البيزكس، لانها هي بتجمع من حركتين من البيزكس وهما الكيك فليب والبوب شوفت. لما بنعمل لهم ميكس مع بعض بيدونا الفاريال كيك فليب. والفاريال كيك فليب دي انا يعني بصراحه ما بعتبرهاش من البيزكس قوي، لان هي يعني بيبقى برضو بتحتاج منك محاولات شويه، بس هي برضو من الحركات السهله والبسيطه واللي ممكن تتعلمها في وقت قليل. ده في حاله ان انت لو بتعرف تعمل البوب شوفت والكيك فليب. لو مش بتعرف تعملهم هسيب لكم برضو اللينك في الديسكريبشن تتفرجوا عليهم وتتقنوهم صح، وبعد كده نتعلم الفاريال كيك. هنتكلم دلوقتي عن الفاريال كيك فليب، وهنتكلم عن الستيبس بتاعتها وانك ازاي تعملها خطوه بخطوه، وهنتعلمها كلنا مع بعض. وهنتكلم برضو شويه عن الكومن ميستيكس، وهنتكلم بالنسبه للشرح هنتكلم ازاي انك تقف على السكيت بورد، عشان ده اللي هيخليك تعرف تعمل الحركه مبدئيا، والخطوات بتاعت رجليك وازاي بتتحرك على السكيت بورد عشان تنزل الفاريال كيك. اول حاجه هنتكلم عن الوقفه على السكيت بورد. هي ما بتفرقش كتير عن وقفه البوب شوفت، او هي تقريبا هي نفس الوقفه، بس لو عملت وقفه البوب شوفت وحاولت فيها ولقيت ان البورد بيلف معاك زياده بالجنب، رجلك اللي ورا اللي عند التيل بدل ما هي تبقى كده تبقى كده شويه، او ممكن كده شويه، عشان ده بيقلل لفه البورد بالجنب ان هي ما تلفش منك زياده، وده هنوضحه اكتر في الكومن ميستيكس. الفاريال كيك فليب هي حركه من الحركات البسيطه والجميله جدا وسهله، وتقدر تعلمها في وقت قليل، بس ده في حاله لو انت بتعرف تعمل الكيك فليب وبتعرف تعمل البوب شوفت. لو بتعرف تعمل الحركتين دولت هيبقى سهل عليك جدا انك تتعلم الفاريال كيك فليب. وزي ما احنا واقفين كده وظبطنا الفوت بوزيشن بتاعنا، الرجل اللي واقفه على التيل بتتحرك في اتجاه ان هي بتعمل بوب شوفت بالظبط. ده في نفس الوقت اللي الرجل اللي قدام فيه بتعمل فليك البسيطه وبتستنى البورد يلف. اول ما تشوف الجريب تيب، الرجل اللي قدام اللي بتعمل فليك بتمسك البورد في الهواء وبتنزل على الارض. نيجي بقى لأهم جزء في الكومن ميستيكس، وعندنا أكتر حاجة بتتكرر غلط، إن أنت ممكن البورد يلف معاك بالجنب أكتر من 180 درجة بتاعت البوب شوفت. فهتنزل على السكيت بورد بالشكل الآتي، إن أنت النازلة بتاعتك ما تبقاش في اتجاه الكروزنج بتاعك فبتقع طبعا. ده غالبا بيبقى بسبب إن أنت مطلع التوز بتاعتك بره في الرجل اللي هي واقفة على التيل، أو كنت واقف عادي لكن زقيت السكيت بورد زياده او عملت بوب زياده، ان انت تلف البورد بالجنب اكتر من اللازم. نيجي لنقطه تانية كمان مهمه، ان انت ممكن تكون بتعمل تريك صح لكن جسمك مش بيثبت، مش بتبقى ستيبل على السكيت بورد، وده بيبقى بسبب ان انت ممكن ما بتنطش لقدام وانت بتعمل الحركه بجسمك، وده مطلوب جدا في الحركات اللي هي بتلف البورد فيها بالجنب، بالذات البوب شوفت والفاريال كيك فليب. الصح هو انك تثبت رجليك على السكيت بورد في المكان اللي احنا اتفقنا عليه، وتبتدي تحاول ان انت تعمل الفاريال كيك فليب وانت بتنط بجسمك لقدام. يعني انت بتنط بجسمك لقدام، ده مع ان انت بتحرك رجلك اللي على التيل في اتجاه البوب شوفت كانك بتعمل بوب شوفت مع الفليك اللي احنا اتفقنا عليها. وفي النهاية أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى أن يكون المتابعين بيستفادوا وبيفهموا مني الشرح بالشكل الكافي أو بالشكل المطلوب، أن هم يتعلموا حركات جديدة ويتطوروا في طريقهم للسكيت بوردينج. ودي من الحاجات اللي بتفرحني جدا، فعشان كده دعمكم ليا مهم. وبقول لكم أهو، أول ما تشوفوا الفيديو ده تعملوا لايك على الفيديو، وتعملوا الكومنتس بتاعتكم تقولوا إيه رأيكم فيها، وتقولوا إيه اللي أنتوا عايزين تشوفوه بعد كده قدام، وتعملوا شير كمان للتشانل ما بين صحابكم اللي عايزين يتعلموا سكيت بوردنج. ولو ليكم صحاب مش عايزين يتعلموا سكيت بوردنج اقنعوهم يتعلموا سكيت بوردنج، وابعتوا لهم التشانل برضو. وبالنسبه للناس اللي بتسالني كل يوم ازاي يتعلموا سكيت بوردنج تريكس في اقرب وقت ممكن، اكتر حاجه بتعلم في الحياه هي التجربه. التجربه في السكيت بوردنج هي عباره عن محاولات، والمحاولات دي بيبقى ليها هدف، والهدف هو انك تنزل الحركه، وانت اكيد مش هتعرف تعملها من نفسك، فلازم حد يقول لك. اولا لازم حد يقول لك ازاي تعمل الحركه دي، وتشوف ناس بعينيك، تتفرج انت بعينيك على ناس بتسكيت بجد وبتعرف تعمل حركات، وحد يشرح لك. يعني انا موجود اهو، محدش مقصر معاك.
الحاجة اللي عليك بقى ان انت مفروض تعملها بعد ما تتفرج على اي حركة او بعد ما يكون نفسك في حركة ان انت تنزلها، بعد ما تكون خلاص عرفت الحركة بتتعمل ازاي تنزل تحاول. ده دورك بقى، دورك ان انت تحاول وتحاول 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 لحد ما تنزل الحركة اللي انت بتفكر وبتتخيل نفسك بتنزلها كل يوم. وطول ما الشغف موجود فانا احب اقولك ان انت هتتعلم وان انت هتنزل التريك، او انتي او ايا كان اللي عايز يعمل حاجة، طول ما هو عنده الشغف وعنده حماس ان هو يعمل الحاجة دي ايا كان صعوبتها بالنسبة له او ايا كان هو جديد قد ايه عليها، فلازم لأ في يوم من الايام هيوصل. فدورك انت بقى ان انت تحاول، بعد ما انا دوري ان انا ساعدك في ده ان انت تعرف تحاول ازاي.